وعندي طلب صغير. ما هو ما هو يا ابني قول لي ما اشتي مامي ابا شي دخلني يا ما بعدك على وعدك الله قد خلفت. قول لي من دشتي بنت من يا ابا شي بنت عمي. بنت عمك من يا ابني؟ بنت عمي علي يا ابا. يا ابني بنت عمك علي ما لقيت له ابا هذا ما دخلت في نفسي. فاحنا يا ابني ما هو عادك تشتي تزوج بطلت شري لي بس وبس. اخيرا استلمت النتيجة وناجح والله ناني ناجح. السلام عليكم. صدق الله العظيم. وعليكم السلام. بارك بارك لي يا ابا. على ما بارك لك يا ابني. طلعت ناجح. مبروك. الله يبارك. ناجح والله مو صدق ناجح ما لي مصدق. 3 سنين قرحت قلبي في صف ثالث ثانوي. 3 سنين وانا ما كان داني راسب 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 اوه والنسبة يا ولد 99 كيف لو ما نجح بمجهودي ذاك انا ذاكر قلتك الله يا ابني ما غشيت شيء هذه يا بلق لا دخل يا على جدها مشي بسر ما مكتب ناجح بالخط العريزي بسرها قلتك الله يا ابني دحين كيف لو ما طلعت هذا النتيجة ما هو 99 ما طلع حيث ولا كم منه امانه قبل ما طلعت بغير غش ما غشيت شيء صدق انا يا ابني اسمع اطلب الذي تشتي الذي في راسك تلفون تشتي تطلع مهندس تشتي تدخل طب اي شيء يا ابو عندي طلب صغير يا الله الله يبارك زواجي كما هذا الجهل حق هذا الايام يطلب الله زواجي ويهدر داوي معه ما هو ما هو يا ابني قول لي ما اشتي مامه ابا شيء تخطب لي يا ابني زواجي عادك صغير صغير لا حينه اربالك عمل ثاني ادخل ضب ادخل اي شيء اي انا بعدك على وعدك الله قد خلفت اسمع يا ابني انا جالس عند وعدي قول لي من دشتي بنت من يا ابا شتي بنت عمي بنت عمك من يا ابني بنت عمي علي يا ابا يا ابني بنت عمك علي ما لقيت له ابا هذا ما دخلت في نفسي نتوكل يا ابني يا انزل عند عمك علي دحين نلقاه في البيت حياك الله حياك الله حياك الله اخي الله يحييك يا اخي ده الحين اشتي اجابرك في موضوع ما هو اخي الموضوع الموضوع ما فيه كل قد يعني قد تقداري شغلت انا يا جنيان ما بلا يا اخي الموضوع ما فيه اخي شغلنا هذا ما اشتي يا اخي ما هو الموضوع اللي اشتي يا اخي الموضوع اشتي وما فيها كلمه يعني بنتك دي كبيرة وحق زواجي هذا الجني شغل شغلتني من أول ما اشتي ماله من أول ما خرجت من الأرض يا حق يدار حق يدار أنا داري باخي خرج يا أبو صميل اقتلها يقتل أبوه أنا مجرم مجرم اقتلها وأنا كديت أفلات دخل في شارع أيوة يلا يلا أنتم بقوا وشغلوني يلا انا عندي ضيوف ثلاثة وسط الارض يا احنا ايش تبغى ما بدك تبعش مالك يا ابني يا دار اشرس لا قال لك دوري دار قال لك زوج بنت حرام لا اعذر لا يجرح كلبه خلاص على الله اخي شغلونا على الاتصال خلاص ما حد اشتي اجابرك بالموضوع حل مشاكلك وانا ارجع اجابرك اي خدمه ما حد لا لا والله ما غرت حاجه يا اخي ما هو الموضوع والله ما كما قلت حلت مشاكلك انا ارجع اجابرك الحمد لله زد وصلنا البيت احنا اول هداء انا اقول لك من اول اخي وانا اعرفه اخي يا ابني وانا اعرفه حق مشاكل هذا عقابها اقتلوه فاحنا يا ابني ما هو عادك تشتي تزوج بطلت شري لي بس وبس ايوه وهذا احسن قرار احنا والزواج الزواج عسير ده الحين انضع لك احسن بقى زيرو الله هي بس الله يلا هي
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. اللهم احفظ اليمن واهلها يا